طائرات الميغ لا تكاد تتوقف بين الحين والآخر باستهداف المنازل المدنية، ففي منطقة يبرود الواقعة في ريف دمشق لا يختلف المشهد عن باقي المناطق التي تستهدفها طائرات النظام في سوريا. الصاروخ استهدفونا فيه، وهذا هو البيت، فيه أطفال، فيه نساء، لاجئين يجينا لهون هربانين من القصف، عم صاروخ صفنا هون. هاي القنابل العنقودية، وهي الصاروخ استهدفنا فيه. كان في هون نايم أخ صغير، وهناك نايم ابن عمي. هاي الشاب المكسر طارت شضايع العالم. ما فاجر هذا. الصواريخ العنقودية التي يستخدمها النظام تكون مصدر خطر على المدنيين في حال عدم انفجارها، مما يستدعي حضور ضباط من الجيش الحر للكشف عنها، الذي لم يقتصر عملهم على القتال وحمل السلاح فقط. مهمتنا الدفاع عن المدنيين وإسعاف المدنيين من ظلم هذا النظام المتدني بالأمن اليوم ضرب المدنيين بالطيارة. فالطائرات التي تدك منازل المدنيين بالصواريخ إلى جانب الدمار والقتل الذي تخلفه، كان هدفها أيضا زرع الفتنة بين المدنيين والجيش الحر. أبو محمد علي، ريف دمشق، يبرود.